خمسة حروف وسعت عذابات الدنيا أجمع. أنا من أراكان التي في أرضها مزج العدو مدام. بريق الدموع في عيون الثكالى وقوة تحدي الدنيا من أجل كلمة التوحيد. والله لا نعرفه، مررنا في الطريق فرأينا. هكذا الناس، آلاف منهم، آلاف يعيشون في هذه الملاجئ، لا نصير لهم. يا أمة الإسلام، أما أنا لأمة الإسلام أن تكون لها قوة وصولة وجولة؟ نعم أشكر المتبرعين للطعام والشراب، لكن أنا لأمة الإسلام أن تنهض من جديد وتنتصر لأولئك الضعفاء وهؤلاء المساكين. لا حول لهم ولا قوة إلا بالله، لكن أين المعتصم في هذا الزمن؟ يريد أن يقول شيء أيضا. أخي صاحب، أنا كنت تسوي كمان هنا أنت داون أكيد أنا وجدت كوارع ماني جبت فرعية تدابي بستير أرما أبغى ليك أوضاع هنا مرجع. يكون هو يرجو قيامكم بشكل تبرعات مثلا بخصوص الأدوية والعلاجات وما يتعلق بها ولا الأغذية، وأمر آخر أنه يتمنى أن يلقي مع أمه. أين أمه؟ يقول تم هذا اللي بترنيكي البرماد يقول في هذا كان أمه هناك. أي أمه هنا، هذه خاطرته دائما تتجول بها. بإذن الله تلتقي بأمك وبأهلك بإذن الله عز وجل، وتنتصرون وترجعون لأراكان بلد المسلمين رغما عن أنوف البوذيين والأمم المتحدة كلها. شوف الدو صار هما هما هاي فريدة بتطمع لي أرتو هما هذا عقولي بي يعني توارد ديش يعني توارد حق هذه ترى هما هلا كجيبو دم شو جيبو توارد الدين دين توارد دين توارد دين شمال توارد كامي أبي هذا بيجي. وقصص عذاباتهم طويلة مؤلمة للقلب. أنا من أراكان عندك أربنة وأنا فزع أشوي جدو. تقول في منطقة اسمها كوانتيبون، وهذه المنطقة مدرسة كبيرة، وكان أخوه هو رئيسها ومديرها. أخذوه ونزعوا الأظافير أخوه بالمقص ثم وله أخت صغير وزنوها أمامه. اغتصبوا أخته أمامه. إيه اغتصبوا أخته أمامه. ثم قالوا زنون غير كان يجي زنون ثم أخذوها ولا يدري إلى أين ذهبت. إلى الآن لا يعرف أين لا يعرف أين أخته. اسمعوا يا جيوش المسلمين والعرب، بنات المسلمين يغتصبن أمام إخوانهم ولا نصير لهم. إيش يقول؟ يقول قتلت أمه. كيف قتلت؟ كان غير هذي أمور هذي هلا يدي ترى ثمرة. هذول جيتنا؟ هذول يا هذي. يقول اغتصبت ثم قتلت ووجدها في طريق. في طريق تحت شجرة. كم عمره؟ كم عمره؟ ترى عمره الدور. بس الدور. تطوها بس تيجي. 10 سنوات. من بقي من أهله؟ تطوار هناسه زيادة. فقط أبوه. جنود الإسلام هربت بعرضها، أخذت بنتها وابنها وزوجها لا تدري أين ذهب، فرت بدينها وبعرضها من بلد إلى بلد. اسمعوا يا جيوش المسلمين والعرب، بنات المسلمين يغتصبن أمام إخوانهم ولا نصير لهم. إلى الآن العالم ما فكر أن ينتصر لهذا الشعب المظلوم منذ 200 سنة، واشتد الأمر قبل 60 سنة. أنا من أراكان التي في أرضها مزج العدو مدامعي بدمائي. أنا من أراكان التي في أرضها مزج العدو مدامعي بدمائي. أنا من أراكان التي في أرضها سكب العدو العار فوق نسائي. أنا من أراكان التي في أرضها سكب العدو العار فوق نسائي.